لقد قامت دولتكم على أساس التمسك بكتاب الله وهدي نبيه. استشعارا من المملكة العربية السعودية لمسؤوليتها التعليمية والتربوية في بناء مجتمع إسلامي يخاطب العالم قائلا: نحن أمة اقرأ، الإسلام عقيدتنا، والوسطية منهجنا، والسلام غايتنا. انطلاقا من هذه المبادئ أنشئت بالمدينة المنورة جامعة تختص بالعلوم الشرعية وسائر المعارف، فأصبحت منارة إسلامية عالمية رائدة في المعرفة، كيان إسلامي عالمي الغاية. انطلق بعدة أهداف سامية تعزز رسالة الجامعة التعليمية ومضامينها البحثية الريادية في تعليم وتأهيل المتخصصين بالعلوم الشرعية والعربية والمعرفية، وتثقيف طلابها من شتى أنحاء العالم بما يؤهلهم للدعوة إلى الإسلام بمنهج حكيم وسلوك حضاري. لم يقتصر دور الجامعة الإسلامية على الجانب التعليمي فقط، بل امتد إلى الجانب الثقافي، فأضافت إلى برامجها مشاركاتها الداخلية والخارجية في الأنشطة الجامعية والفعاليات الثقافية والإسلامية، وطباعتها لعديد من الكتب العلمية والرسائل الدعوية، وترجمتها إلى لغات مختلفة لإيصال رسالتها وتحقيق أهدافها. تعتبر هذه الجامعة هدية المملكة العربية السعودية لأبناء المسلمين حول العالم، حيث بلغ عدد خريجيها حتى نهاية العام الجامعي الماضي 1436-1437 هجرية قرابة 74,000 خريج يمثلون أكثر من 170 دولة، وذلك على مدى 53 عاماً من تخريج دفعتها الأولى في عام 1384 هجرية، وأنشأت لهم عمادة تختص بشؤونهم وتدعم سبل التعاون معهم وتنمي قدراتهم بما يقوي دورهم وأثرهم في مجتمعاتهم. I wanted to thank the Islamic University of Medina. أيتا سعودية أرابيا. Wir danken Saudi-Arabien und der Islamischen Universität in Medina herzlich für die Möglichkeit hier zu studieren. Mein Mulk Saudi-Arabia und ist Mahan und ich würde dich بہت بہت آبھاری ہوں. Je remercie tout particulièrement l'Arabie Saoudite et la Jami'a al-Islamia. Mon ami ka godiyarmu ga Jami'ar Muslimin ci ta Medina. Min jetti jangirde Jami'a al-Islamia. Спасибо Исламскому университету. Спасибо. State of Islamic Medina, faleminderit Arabi Saudita. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.